السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناة مدرسة نجاح. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو صفحة رقم 18. نبداو على بركة الله. سؤال رقم 3: اتعرف كل مستقيمين متعامدين في الشكل واعينهما بوضع علامة التعامد كما في المثال. هذا علامة التعامد، يعني هنا كاينه واحد الزاوية قائمة، متفقين؟ عندنا مستقيم ا ب متعامدان، هيا عندنا زاويه قائمه هنا. نشوفوا شي مستقيم اخر. عندنا مستقيم ا و او حتى هي متعامدان. باش نعرفوا متعامدان عندنا هنا واحد الزاويه قائمه، كيكونوا لنا واحد الزاويه قائمه. اذا هنا حتى هادو متعامدان، متفقين؟ هيا متعامدان، هنا كاينه واحد الزاويه قائمه. نشوفوا عاوتاني واش عندنا شي مستقيم اخر متعامد. هادي واش متعامدة؟ لا. الا جينا هنايا نديرو ديالنا غيعطيناش واحد الزاوية قائمة. هانتوما هاد الخط شوفوه هنا وهاد الخط هنا، اذا ماشي زاوية قائمة. اذا عندنا غير جوج مستقيمين لي متعامدة. وتمموا المستقيمان ومتوازيان. المستقيمان ب و او، المستقيمان او و بي متوازيان. متوازيان يعني غاديين بجوج في نفس الخط هكا، يعني عمرهم غادي يتقاطعوا، عمرهم واحد غيتلاقى بواحد، لا غيبقاو ديما غاديين بحال هكا، عمرهم غادي يتقاطعوا، متفقين؟ نشوفوا السؤال رقم 4. سؤال رقم 4: جو تراس لا دغوات سي، لا دغوات سي perpendiculaire à la droite D dans chaque figure. يعني هنا طلبوا منا رسموا واحد الخط يكون متعامل مع هذه الخطوط، مع هذا الخط D اللي عطاونا، يعني واحد الخط C، واحد المستقيم C يكون متعامل مع مستقيم D. كيفاش غادي نديروا لها؟ الا بغينا نخدموا خاصنا المثلث ديالنا وقلم رصاص اولا ستيلو. الا بغينا نرسموا خاصنا نديروا الحمد لله، خاصنا نديرو المثلث ديالنا على هاد الشكل هكا، عفوا ما تيبانش ليكم، المثلث ديالنا على هاد الشكل هكا، ورسمو واحد الخط، واحد المستقيم هو، ياك؟ هنا دابا ولات عندنا زاوية قائمة، ونزيدو نطولو الخط ديالنا، على هاد الشكل، تما كتلاحظو ولات عندنا هنا زاوية قائمة، كذلك هنا عندنا زاوية قائمة، عندنا أربع زوايا قائمة، إلا بغينا نتأكدو هاهما. عفوا هيا كما كتلاحظوا هنا راه زاويه قائمه، فيهم كاملين راه زاويه قائمه. نشوفوا دابا المستقيم دي، المستقيم دي حتى هو غنديروا ليه نفس الطريقه. غادي ناخذوا المثلث ديالنا وغادي نحطوه على هذا الشكل هكا فوق المستقيم دي، وغادي نرسموا مستقيم سي على هذا الشكل. من بعد غادي نهبطوا المستقيم ديالنا على هذا الشكل هكا، وغادي نرسموا الزاويه. غادي نرسموا الزاويه ديالنا دابا. ها هي عندنا اربع، عندنا اربع زوايا كما كتلاحظوا، هما اربع زوايا، هذه زاويه وهذه زاويه، وكذلك هنا عندنا زاويه وهنا زاويه. من بعد غادي نشوفوا هذا المستقيم دي على هذا الشكل هكا، وغادي نحطوا عاوتاني مستقيم المثلث ديالنا على هذا الشكل هكا فوق من المستقيم دي، وغادي نرسموا مستقيم سي على هذا الشكل، ونزيدوا نطولوه هكا، نهبطوه حتى لتحت. هذا هنا ولات عندنا زاويه، هنا زاويه، وهنا زاويه، وهنا زاويه قائمه، متفقين؟ هادو هما مستقيمان متعامدان، هذا مستقيم سي، كذلك مستقيم سي ومستقيم سي. نمروا دابا للحصه الثالثه. بالنسبه دابا السؤال رقم 5، شو تيقول؟ جو تراس لا دغوات دي. اذا هنا عطينا واحد المستقيم او، ياك؟ غادي نديرو واحد المستقيم يكون مستقيم متوازي للاو. عطينا هنايا واحد المستقيم متقاطع، ياك؟ دير لنا متقاطع. حنا غادي نرسمو عليه، غادي ناخذ المثلث ديالنا وغادي نديرو واحد المستقيم يكون عنده واحد زاويه قائمه على هذا المستقيم، هذا على هذا الشكل هكا، ياك؟ وغادي نهبطو المستقيم ديالنا
وغادي نزيدو نطولوه على هاد الشكل. ولا عندنا دابا مستقيمان متعامدان، عندنا هاد مستقيم يدي عفوا متوازي موازي المستقيم ومتعامدان في نفس المستقيم، متفقين؟ هاد دابا مستقيمان متوازيان عندهم زاوية قائمة. نمرو دابا لهاد الشكل هكا، غادي نديرو عاوتاني واحد المستقيم متوازي لهاد المستقيم هذا، غادي ناخدو المثلث ديالنا نحطوه على المستقيم المتقطع وغادي نرسمو واحد المستقيم، نزيدو نطولو الخط ديالنا ونرسمو هنايا الزاوية قائمة. عندو أربع زوايا، هو عندو أربع زوايا، هادي زاوية وزاوية، هنا عاوتاني زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة، عندو أربع زوايا. دابا هادو مستقيمان متوازيان، يعني معمرهم غيتقاطعو، معمرهم غيتقاطعو هما بجوج، غيبقاو غاديين في نفس الخط. عاوتاني هنا عندنا واحد المستقيم، وغادي نرسمو واحد المستقيم يكون متقطع ياك على هاد الشكل. غناخدو المثلث ديالنا هكا، نرسمو واحد المستقيم يكون متقطع، كذلك هنا يمكن نطولو المستقيم ديالنا متقطع هيك، وغادي نرسمو مستقيم دي يكون موازي مستقيم او، غادي نرسمو يكون موازي مستقيم او على هاد الشكل هكا. نهبطو المستقيم ديالنا حتى لتحت، هذا مستقيم دي عندو زاوية قائمة هنا، وهذا كذلك عندو زاوية قائمة، متفقين؟ مرة دابا السؤال رقم ستة، ولاحظوا وتمام. هنا عندنا واحد المستقيم أ، مستقيم دي ومستقيم إم، مستقيم إم ومستقيم دي متوازيان ومتقاطعان في نفس المستقيم أ، متقاطعين في المستقيم أ ومتوازيين في نفس المستقيم أ، جوج متوازيين ومتقاطعين في نفس المستقيم، متفقين؟ عندنا دابا مستقيمان أ ودي، هاو مستقيم أ ودي، شنو كيبتلو؟ مستقيمان متعامدان، يعني أ هاو مستقيم أ ودي، عفوا متقاطعان، هاو مستقيم أ ومستقيم دي، متفقين؟ يعني متعامدان، هيا متعامدان، حيت كيشكلو هنا زاوية قائمة، شتو؟ زاوية قائمة. المستقيمان أ و إم، هيا مستقيمان أ و إم، تا هما عندهم نفس الحالة ديال أ ودي، مستقيمان متعامدان، هنا كاين واحد الزاوية قائمة، متعامدان متعامدان. المستقيمان دي و ام، مستقيمان دي و ام متوازيان، شنو قلنا؟ متوازيان، حيت هما جوجهم عندهم معمرهم غيتقاطعو، كيتقابلو هكا ومعمرهم غيتقاطعو، هذا غيبقى ديما غادي هكا وهذا غيبقى ديما غادي هكا، مع مرة ما يتقاطعوا. المستقيمان دي دي و سي، مستقيمان دي و سي، غادي نكملو، نكملو هذا المستقيم هذا سي، نكملو هكا ونكملو مستقيم دي. شنو كنلاحظوا باللي راه كيتقاطعوا في واحد النقطه، يعني شنو كنقولوا عليهم؟ مستقيمان سي و دي متقاطعان، متقاطعان كيتقاطعوا في نفس النقطة، متفقين؟ نمرو دابا السؤال رقم سبعة، ألف أتعرف كل مستقيمين متعامدين بوضع علامة التعامد، اللي هي يعني يكون عنده زاوية قائمة، متفقين؟ كنلاحظوا بلي عندنا هذا المستقيم هذا، غادي نسميوه حنايا باش ما نتلفوش، نسميوه هذا المستقيم أ، نسميوه هذا المستقيم بي، نسميو هذا السي وهذا الدي وهذا نسميوه او، صافي. بالنسبه للمستقيم ا والمستقيم دي، شنو تيشكلوا هنا؟ تيشكلوا واحد الزاويه قائمه، اذا راه المستقيم دي و ا متعامدان، عندنا هنا واحد الزاويه قائمه، اذا ها هما مستقيم ا ودي متعامدان. او ثاني عندنا المستقيم دي والمستقيم بي، حتى هما متعامدان، هما عندنا هنا واحد الزاويه قائمه، اذا مستقيم دي والمستقيم بي متعامدان. عندنا كذلك عندنا المستقيم دي عفوا المستقيم او والمستقيم سي،
هما متعامدين. ها هما هنا كيشكلوا واحد الزاويه قائمه، اذا هنا مستقيم او والمستقيم سي متعامده، متفقين؟ هادشي اللي عندنا هنا، هادو هما المستقيمات اللي متعامدين. عندنا ثلاثه زاويه قائمه، ثلاثه زوايا قائمه. ب قالت وفاء في الشكل مستقيمان متوازيان، والصحيح ولا خطا؟ وفاء قالت لنا راه في هذا الشكل هذا عندنا واحد جوج مستقيمان متوازيان، والصحيح ولا خطا؟ كما كنلاحظوا عندها جواب صحيح، يعني جواب عندها صحيح. علاش؟ عندنا هنا مستقيم ا والمستقيم بي هما مستقيمان متوازيان و كيتقاطعوا في نفس المستقيم دي، يعني ا و بي كيتقاطعوا في المستقيم دي ومتوازيين، متفقين؟ هذا المستقيم هذا، هذا المستقيم هذا، وهذا المستقيم راه متوازيان، ما عمرهم غيتلاقاو، واخا يبقاو غاديين هكا ما عمرهم غيتلاقاو. اذا عندها جواب صحيح. هنا كيكون سالات الفيديو ديال اليوم، نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. ما تنساوش تدعموني بلايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو في الفيديو المجي، مع السلامه.